رمضان قد أهلا بالصيام وأطلا مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهلا بالصيام وأطلا مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. قد أفلح الصائمون الذين اغتنموا دقائق الصوم في الذكر وأشغلوا ألسنتهم في نهار رمضان بأعظم الذكر ألا وهو القرآن. علموا أن النفس أكثر إقبالا على القرآن حال صومها، ولعجب خفت البطن ورق القلب وصفت النفس فسارعت إلى كتاب ربها جل وعلا تتلو ما فيه وتتدبر معانيه. لذا نجد أكثر الناس في رمضان من أهل الإسلام يقبلون على هذا الكتاب العظيم إقبالا كبيرا. قد أفلح الصائمون الذين اغتنموا دقائق الصوم في تلاوة كتاب الله جل وعلا، لأنهم كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها في ليلهم ويعملون بها في نهارهم. فترى المحب أيها الكريم قد ذل لهذا الكتاب العظيم ينظر ما فيه ويتدبر معانيه ويشتاق إلى محبوبه ويتلذذ عندما يناجيه من كلامه جل في علاه. لسان حاله ومقاله قول القائل حين قال: ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف. هذا حال المحب مع القرآن. وقد أفلح الصائمون الذين ملأوا دقائق الصوم بتلاوة كتاب الله جل وعلا. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين.